متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارت الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن أجمل زوجة من زوجات السلطان عبد الحميد الثاني، وهي الأميرة بيدار قادين. قبل أن نبدأ ندعوكم طبعا إذا كنتم تشاهدوننا لأول مرة إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات. عاشت بيدار قادين بين سنتي 1858 و 1918، أي أن حياتها قد امتدت لتسعة وخمسين عاما. وصفت بأنها كانت أجمل زوجة من زوجات السلطان عبد الحميد الثاني، حيث كانت خضراء العينين، بنية الشعر، طويلة القامة، نحيلة، الأمر الذي جعل السلطان عبد الحميد يحبها منذ رآها. لم تكن جارية، بل ولدت بيدار قادين كأميرة، حيث ولدت في القوقاز للأمير إبراهيم بك وزوجته الأميرة جورجية سهيكا. ذهبت بيدار في سن مبكرة إلى بلاد السلطان العثماني، حيث تم تزويجها من الأمير عبد الحميد سنة 1875، وكانت آنذاك في 17 من عمرها. لم تفتن بيدار زوجها فقط بجمالها الأخاذ، حيث أعجب أيضا بشخصيتها الملكية وجرأتها في التصرف. حملت بيدار بعد فترة قصيرة جدا من التحاقها بالسلطان لتضع ابنتها السلطانة فاطمة نعيمة في 5 سبتمبر سنة 1876، وبعد ولادتها بأيام قليلة صعد عبد الحميد إلى العرش، ليعرف منذ ذلك الوقت بالسلطان عبد الحميد الثاني. ولأن السلطانة الصغيرة كانت بشرى خير على والدها، فقد كان عبد الحميد يتيمن بابنته كثيرا، وكانت مقربة منه دائما. كما كانت فاطمة نعيمة السلطان تعرف بابنة الجلوس على العرش. عاشت بدار قادين أول الأمر في دولما باهيتشا، ثم انتقلت إلى قصر يلدز منذ سنة 1877، وفي هذا القصر ولدت ابنها الثاني، وهو الشهزادة محمد عبد القادر، الذي ولد في 16 من جانفي سنة 1878، وعرف بعد ذلك بزواجه لسبع مرات. وعندما أصبح عبد الحميد سلطانا، رفعت رتبة بيدار لتصبح الزوجة الرابعة، ثم أصبحت زوجة ثالثة بتطليق عبد الحميد لنور في سين قادين، وزوجة في المرتبة الثانية بعد موت نزكدة قادين. وصل سيت جمال بيدار قادين حتى إلى أوروبا، حيث كانت بيدار من بين المستقبلين للإمبراطورة أوغوستا فيكتور، لتكتب عنها إحدى نساء الحاشية، وهي ماتيلدا فون كالر، أنها امرأة ذات جمال واضح جدا. وفي أكتوبر سنة 1898 التقت بيدار بالإمبراطورة مرة أخرى، حيث طلبت هذه الأخيرة أن تراها مرة أخرى، وذلك طبعا إدراكا منها لجمالها. أثنت الإمبراطورة على جمال بيدار، وأعجبت كثيرا بثوبها الأبيض وتعبيراتها الملكية. وعندما تم عزل السلطان عبد الحميد سنة 1909 ونفي إلى سالونيك، كانت بيدار من بين الزوجات التي تبعنه، لتتمكن من العودة سنة 1912 وتستقر هناك في أحد القصور، بينما كان عبد الحميد محصورا في قصر بيلير باي. ولقد توفيت بيدار قادين سنة 1918 بعد فترة قصيرة جدا من موت زوجها السلطان عبد الحميد. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.